السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، صباح الخير عليكم وأهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم بين الكلمات. الكتابة تجمعنا، الكتابة تجمعنا مبادرة شبابية تاني ظهور معانا في برنامجنا. الكتابة تجمعنا من المبادرات الشبابية اللي حققت نجاح كبير جدا خلال فترة قليلة، وده بسبب عوامل كتيرة هنتعرف عليها إن شاء الله مع مدير المبادرة ومع الأستاذة تغريد. نتعرف بيهم ومع الضيف الجميل اللي منورني تاني مرة الأستاذ حسن محمد. أهلا بك يا حسن. أهلا بك. الحمد لله. وطبعا الأستاذة تغريد، أخبارك يا تغريد؟ تمام الحمد لله دايما رب. في البداية كده يا حسن، كلمنا إزاي في إقبال كبير على المبادرة بتاعتك؟ إزاي في إقبال؟ لا، هو في إقبال كبير على المبادرة بتاعتك. إيه العوامل اللي تقدر توفرها عايزين ينضموا المبادرة بتاعتك؟ طبعا احنا وفرنا حاجات كتير الفتره اللي فاتت، من كورسات لمسابقات لان شاء الله حفلات كتب قريب وكده. فاللي احنا بنفكر فيه دلوقتي نعمل مقر رسمي في محافظتين، الاسكندريه والجيزه، تمام، ونعمل بوك ستور في اسكندريه. ده الحاجات اللي بنفكر فيها الفتره اللي جايه، علشان هتعمل دعم كبير جدا للكتاب، يعني يكون مصدر ثقه اكبر يعني ليهم. فكل اللي احنا وفرناه ليهم ده مش حاجه، احنا لسه يعني ان شاء الله بنفكر حاجات كتير جايه اكتر يعني كمان. جميل جدا. تغريد، بداية تعرفك على مبادرة الكتابة تجمعنا كانت ازاي؟ كانت عن طريق مسابقة خواطر، شفتها بالصدفة كده على الفيس يعني، فدخلت فيها وخدت المركز الأول في الخواطر. في الأصل كاتبة. ايه اللي خلاك تختاري الكتابة؟ في الأول ان انا بدأت قراية، اصلا قراية كتب كان في ثانوية عامة، بداية من أولى ثانوي، فالموضوع خدني شوية، بقيت بقرا كتير جدا وكتابة بقى، فاكتشفت بقى الحوار ده عندي. جميل جدا. ايه الاسس اللي بتم اختيار العاملين في المبادره؟ اسس اللي بيتم اختيار عليها العاملين في المبادره، طبعا احنا انا زي ما قلت لحضرتك شغال معايا تيم اصلا بيساعدني من اول ما انا بدات في المبادره دي. فاحنا عشان نختار حد يدخل معانا التيم، فبنعمل طبعا لازم يكون معدي الاول كورسات معانا. الكورسات دي بتاهله ان هو يعني يحسن الموهبه اللي عنده اكتر. بعد ما يتاهل الكورسات دي بنفتح فتره بنفتح فيها انه حد بينضم للتيم بتاعنا، بنعمل له شبه اختبار. تمام. لان احنا بندقق على اي تفصيله، يعني بنسال اسئله اللي هي يمكن يكون مش اي كاتب بيعرفها، لا الكاتب اللي هو يستحق يكون معانا في التيم بتاعنا، الكاتب اللي هو فاهم يعني ايه كتابه بالمعنى الاصح. بالظبط. جميل جدا. في الكتابه والشعر، هل كان في مسابقات جديده الفتره اللي فاتت او حاجه تغيير عن اخر مره كنت هنا قلتها؟ تغيير عن اخر مره، عاملين مسابقه كبيره لسه بادئها امبارح. تمام. المسابقه دي هتكون طبعا الشعر والخواطر والقصص، وجوائزها عامل لهم كتب مجانيه. تمام. وهيحضروا معانا الكترونيه ولا الكترونيه؟ تمام. وهيحضروا معانا حفلتنا اللي هنعملها ان شاء الله يوم 27/1 لحفله كتابها الورقي لهواجي ست ليل. ده الاول حفل توقيع، اول حفل توقيع عملناه خالص مع المبادره. بالمناسبه واحنا اتكلمنا عن معرض الكتاب، كان في طبعا احنا اتكلمنا عنه الحلقه اللي فاتت، لو المتابعين حلقه حسن المره اللي فاتت شافوها، توقعنا ان معرض الكتاب يا اما يتلغي ايه ما يتأجل. وفي نفس اليوم اللي هو اعلن تأجيل المعرض ل 30/6 دخل حسن قال لي ايه يا بركه بالمعنى الاصح. كان في توقعات الماتش الاهلي يعني، الحمد لله اتوقع لك نجاح المبادره ان شاء الله. ربنا يستر. ايه ده، في لا. تغريد، هل انت عضو عامل في المبادره ولا موهبه؟ موهبه. كتابه. جميل. ازاي بتواجهي، اكيد في كتاباتك واجهت انتقادات كبيره اكيد، ايه نوع الانتقادات اللي واجهتيها وازاي واجهتيها؟ انا بكتب في مكان معين يعني في ناحيه معينه كده، اللي هي القصص الحكايات. في ناس بتحب الكتابه بتاعتي دي، وفي ناس مش أكيد. دماغها فاللي بينتقدوا الحاجه اللي هم مش حابين ان هم يقروها اصلا. فتمام يعني، بصراحه ما واجهتش انتقادات كبيره قوي لحد دلوقتي يعني. معظم اللي عندي على الفيس بيحبوا الكتابات بتاعتي، وفي كومنتات كتير قوي، فما واجهتش قوي يعني. عامه اصلا لازم اي حد يتعرض للانتقادات، ده طبيعي. أكيد. ده فعلا أكيد. حقيقي. بس الحمد لله يعني ما تعرضتلهاش لدرجه ان هي تضايقني او تخليني اسيب موهبتي وما اكملش. طب مثلا لو حصلت وايه لقيت انتقاد كده ضايقك، ايه الوضع ساعتها؟ انا من النوع اللي بتاثر قوي. فهي حل من الاثنين، يا هعمل نفسي مش واخده بالي، او احاول ان انا اشوف الانتقاد ده صح وغلط، ولو وحسن من نفسي. جميل جدا. استاذ حسن، بتنصح الشباب اللي بينضموا لمبادرتك او في المبادرات الشبابيه الثانيه، بتنصحهم بايه؟
وانصحهم ان هم يركزوا على ان هم يحسنوا موهبتهم دي، لان طبعا ناس كتير بتكتب بس مش ناس كتير متقنه الكتابه. تمام. فهم كل اللي عليهم يعملوه ان هم يعني ما يدخلوش في موضوع ان هم عايزين يشاركوا في المعرض وخلاص، لا يبداوا يحسنوا من موهبتهم الاول، ومره واتنين يعرضوا مثلا كتاباتهم على نقاد، يعرضوهم علينا على مبادرات ثانيه، يبداوا يتعلموا من اخطائهم لحد ما يشوفوا نفسهم وما يعني وصلوا للمرحله اللي هم عايزينها، يبداوا بعد كده يفكروا يعملوا كتب، يفكروا يعملوا حاجات كده تتسمى باسمهم. جميل جدا. بما ان معرض الكتاب اتاجل 30/6، هل هيتم فتح باب استقبال الاعمال تاني مره؟ فتحنا باب استقبال الاعمال، وحاليا بنعمل حاليا كتب ورقيه تانيه جديده فرديه وجماعيه. مفيش كده اسمائهم ولا ناس؟ لا، في اسماء لكتب فرديه. تمام. كتاب تغريد، كتاب حب مع كوفي تنفيذ. لو نعرض الصور بتاع التغريد وبتمضي العقد صح؟ اتكلمينا كده عن الكتاب بتاعك بالمختصر، تحرقوش يعني؟ ما مش حرقه، هو عباره عن 7 قصص منفصله. جميل. كلهم قصص ما بيكتملوش يا ستي. كلهم مش بيكتملوا. الفكره ان انا حاطه نهايه غير متوقعه، ولا نهايه كل واحد قارئ؟ لا، هي نهايات منفصله خالص، كل حكايه نهايه منفصله عن الثانيه. بس هي الفكره جات لي من هو انا اصلا كان عندي اسم الروايه الاول، اسم الكتاب قبل ال يعني. ممكن نعرض صوره ثانيه بتاعت تغريد، كمل يا عمال ما يقول. بس فهو عنوان الكتاب هو اللي خلاني كتبت القصه دي. هو ده الروايه بتاعتك. حب مع ايقاف التنفيذ. الاسم ايه اللي خلاك تختاري الاسم؟ علشان انا عندي جروب على الفيس، الجروب ده عباره عن بنات كتير قوي، فبيحكوا لي قصص كتير وبينزل مشاكل والكلام ده. فكل القصص اللي بتجيلي ما بتكتملش، وبتكتمل بنهايات فظيعه، فده اللي جات لي الفكره منه يعني، كان فكرة الكتاب. للأسف أحزننا كتير. نرجع تاني لحسن. حسن، كم عدد الأعمال الورقية اللي أنتوا بتستعدوا لانطلاقها؟ أكتر من 15 كتاب إن شاء الله. اللي هي ال 30/6 إن شاء الله هينزلوا. إن شاء الله. ولسه حالياً إحنا كمان فاتحين بنكمل يعني، لسه كمان إن شاء الله الحمد لله عدى كتاب النهارده كمان فردي. النهارده. إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. اختيارك للناس اللي بيكونوا معاكم في الكتب المجمعه بيكون على اي اسس؟ على اي اسس. احنا طبعا كتاب اذا كان خواطر او في الكتب المجمعه بيبقوا بناخد الكتابات منهم ونعرضهم على اللجنه بتاعتنا. تمام. الكتابات محتواها كويس، لو في اخطاء بسيطه احنا بنساعدهم ان احنا نصلحها لهم. لا، الاخطاء الاملائيه، الاخطاء اللي هي الترقيم وهكذا، فاحنا بنساعدهم ان هم يصلحوها. تمام. لكن لو الاخطاء في المحتوى ذات نفسه والمحتوى ضعيف فاحنا مش بنقبله، بنروح بنساعده الاول ان هو يحسن مستواه، بعد كده يدخل معانا في كتاب. جميل جدا. تغريد، ازاي بتطوري من نفسك وبتساعدي نفسك انك تطوري في الكتابه، تتطوري في يعني طرق القصص او السرد؟ بقرا كتير. يعني القرايه الكتير والناس القديمه واللي هم اصلا نجيب محفوظ والناس دي هي اللي بتحسن الكتابه عندي، وبتخليني بقى اللغويات والحاجات اللغه العربيه والكلام ده بيبقى عندي بمحصله كبيره. ايه القصه او الروايه اللي حبيبتك في الكتابه والروايات فيما بعد؟ قديمة أو السؤال يعني الرواية، بس هي أول رواية قريتها في حياتي كانت هيبتا. هيبتا. أنت أول رواية قريتها. هي اللي حبيبتك في الكتابة بقى ولا؟ هي اللي حبتني الأول في القراية، وبعدين بقى بعد شوية قصص حبيت الكتابة. الكتابة بالنسبة لك موهبة؟ موهبة ولا أنت حاجة حبيتي تتعلميها؟ لا، موهبة. موهبة، جميل جدا. أستاذ حسن اللي منورني النهاردة. أستاذ حسن، أنت كلمتنا في الحلقة اللي فاتت إن معرض الكتاب لو اتأجل هيكون في يعني دار نشر كتير هتخسر. هل فعلا حصل الكلام ده؟ طبعا دور نشر كتير اصلا لحد دلوقتي ما فتحتش استقبال اعمال اصلا، لانها يعني ما نزلتش معرض الكتاب بدري شبه ما كان المفروض ينزل، المفروض في ميعاده، فحصل مشاكل كتير مع دور النشر كتير ومع الكتاب ذات نفسهم. تمام. ومش كل دور النشر تقدر تعوض الكاتب يعني، لكن احنا ان شاء الله انا كمان عامل حاجه كويسه للكتاب اللي عندي بديل لمعرض الكتاب بالفتره دي، فزي ما قلت لك انا عامل حفلات توقيع بفقرات بكل الكلام ده لكل كتاب لوحده، عشان طبعا العدد والاجراءات وكده، فعامل كل كتاب ليه حفله لوحده. جميل. تمام. بنعوضهم لحد معرض الكتاب ما يجي، وان شاء الله خير يعني. ان شاء الله خير. هناخد فاصل سريع ونرجع لكم تاني مع استاذ حسن واستاذه تغريد. خدنا فاصل سريع ورجعنا لكم تاني ومع ضيوفنا الكرام. تغريد، نبدا بيك. اول مسابقه كانت عباره عن ايه وكسبتيها ازاي، وايه القصه اللي انت شاركتي بيها او القصيده او يعني كانت خاطره؟ خاطره.
هو كانت مع حسن كانت اول حاجه، وكان عامل مسابقه خواطر كتير، وكان في بقى كومنتات بالالافات على البوست اللي هو كان منزله. والخاطره بتاعتي اول ما شافها حسن فكلمته برايفت، راح قال لي في كام تعديل كده في اللي فاكر النصوص اللي انت قلت لي عليها اللي هو حاجات في اللغه العربيه فعدلتها، انما المحتوى نفسه بتاع الخاطره كان جميل، وده اللي خلاني كسبت المسابقه يعني. ثقه بالنفس كان جميل. طبعا تمام. حسن، الخواطر والمسابقات دايما انتوا بتختاروا اول 3 مراكز صح؟ هل مثلا لو في ناس متعادله مع بعضيهم او نفس فاهمني بيبقى اسلوب التقييم صعب جدا؟ احنا يعني مثلا اخر مسابقه احنا كنا عاملينها كان فيها 4000 كومنت. تمام. فاحنا بنختار من 4000 كومنت دول مثلا 9 مراكز من كل لون، يعني 3 من خواطر و3 من قصه و3 من الشعر، فصعب طبعا، فالعدد كبير جدا. فاحنا بندقق يعني مثلا ناسي فاصله همزه ده بنطلع من التقييم خالص. حتى لو المحتوى كويس، لان كده كده مثلا احنا بناخد 3 في الخواطر فتلاقي 10 محتوى كويس في الخواطر. فلازم ناخد 3، فبندقق جدا يعني. حتى في ناس بتكلمني بتقول احنا مش هنشارك في مسابقاتك تاني، احنا بنشارك بنكسب في مسابقات بره وما بنجيش نكسب بعد المبادره. فهو ده المشكله اللي بتواجهها يعني المسابقات. المسابقات يعني بتبقى تقييمها صعبه جدا، يعني اللي يكسبها يعني المحتوى يكون ممتاز، يعني اعلى من ممتاز كمان. جميل. في شهاده تقدير؟ طبعا في شهاده تقدير وفي جوائز تانية. ده كده وتكلمنا عنها. في شهاده تقدير بنعملها غير الكتب زي ما قلت لك، بيعمل كتب الكترونيه ودي بتبقى مجانيه. غير كده الاعمال الكويسه بننشرها عندنا في المبادره. تمام. والفتره الجايه هنوزع كتب مجانيه، كتب ورقيه مجانيه، ونساعدهم على القرايه برضو ويحسنوا مستواهم اكتر. طب هل في فكره انك تتعاقد مع منصات الكترونيه اللي هي مواقع الشراء والكلام ده كله، انك تتعاقد معاهم انهم يعرضوا الكتب بتاعتكم؟ هو انا مش انا حكايه التعاقد وكده انا فاهم، انا ما تعاقدتش، انا عملت مكتبه لنفسي. تمام. انا كنت ملاك بالكلام ده، فانا طبعا عملت مكتبه الكترونيه لنفسي على منصه جوجل. طبعا في يعني في ايام في اسابيع قليله جدا حققت حاجات كبيره جدا. طبعا بعرض عليها كل الكتب، مش شرط كتب المبادره بس، لا كتب كتاب كبير يعني كتار جدا. تمام. والكتب كلها مجانيه طبعا. تمام. فحققت كميه مشاهدات وتحميلات للكتب جميله جدا، فده اللي شجع الشباب اكتر انها تنزل الكتب بتاعتهم عندنا في المكتبه. تمام. وبننزلها لهم مجانيه، بتبقى نتائج مسابقات، نتائج كورسات وهكذا، فبنعمل لهم مجانيه، فدي بتبقى حافز اكبر ليهم. جميل. بما ان في يعني في اقبال كبير على المبادره، هل تتوقع في حد من الكتاب الكبار يتعاون معاكم ويعمل كتابه معاكم؟ ان شاء الله. احنا حاليا طبعا احنا مع شغالين مع دار الروائع زي ما فهمت حضرتك برضو. فنزل معانا كتاب كبار زي الدكتور علاء جانب. دكتور علاء جانب لقب امير الشعراء طبعا، فده هيكون نازل معانا في المعرض. فاحنا حاليا يعني بنتواصل معاه، صار مع دكتوره هبه بتساعدنا طبعا في الكتب الورقيه اللي احنا بنعملها، كل شغلنا بتكون مع الدار دي. هل واجهته دعم منه؟ طبعا كبير. انا دكتوره هبه طبعا ساعدتني في المبادره بطريقه رهيبه، يعني ايه اللي ساعدتك تطور من الكتب. طبعا. جميل جدا. الكاتب بيكون عايز يعمل كتابه، يعمل كتاب ليه او كتاب مجمع، ايه الخطوات؟ في ناس كتير ما تعرفش الخطوات بتاعتها، اوصف لهم كده الخطوات، اشرح لهم بالتفصيل. هو الخطوات عامه، هو اللي بيبقى حابب ينشر مثلا كتاب فردي او كتاب مجمع، كتابه مجمع احنا بنبقى اعلنا عنه. تمام. فبيبعت لنا العمل بتاعه وبنشوفه، واما الكتاب الفردي برده بيبعت لنا العمل بتاعه ونشوفه، ونشوف الاول تقييمه هيبقى ايه، هيبقى كويس، محتوى كويس ولا لا. وبعد كده بنبلغه ان هو يقدر يتواصل مع الدار، والعمل كويس ويتواصل مع الدار بنبلغها بالعمل، هو بيعمل يطبع ورقه على طول يعني. تغريد، هل تقدري تطلعي فروق بين اول قصه كتبتيها وقصه دلوقتي حاليا في مستواك اللي وصلتيه؟ لا بصراحه ما اقدرش، ان انا مستوايا عالي في اول قصه ودلوقتي. ثقه بالنفس. يعني انا اول خطره لما كسبت فيها نزلت في الكتاب الالكتروني اللي احنا عملناه. تقريبا شاركت في كتاب ولا اتنين، فكانوا خطرتين فشاركت فيهم في الكتاب الالكتروني، كان اول حاجه ان انا ادخل بيها مسابقه وكده. انت بادئه كتابه بقالك قد ايه؟ لا بقالي 4-5 سنين. 4-5 سنين بس ما خدتش الخطوه غير قريب. من قريب يعني. وكده كده مع الوقت اصلا الانسان بياخد خبره مهما كان في اي مجال. مهما كان يعني. اكيد طبعا. ايه الخبره اللي اكتسبتيها في خلال الاربع خمس سنين او البدايه من سنه مثلا او سنتين بدات فيهم كتابه؟ بدات فيهم كتابه، اكتشفت حاجات كتير في اللغه العربيه كنت بغلط فيها، الفصلات والحاجات دي. اكتسبت خبره كبيره في طريقه السرد والربط ما بين اول حكايه واخرها. وحكايه ان انا اكتب قصص منفصله اصلا وكلهم ينتهوا دي واربطهم بالروايه من الاول للاخر، فكانت صعبه شويه عليا واخدت فيها وقت كبير جدا. اصلا انا كنت كاتبه نصها، وجيت بعد كده لما اتفقت مع حسن غيرت كل الروايه وغيرت كل حاجه، وفي ظرف شهر كنت بكتب في الثانيه. بس طبعا كان تحضير، ما كنتش بنام، وكان حاجات كتير قوي عشان تحضري الروايه. عشان احضر الروايه. طب لو انت مثلا وصفناكي باديب او كاتبه حاليا او قديمه،
شايفه مين نفس اللون بتاعك او نفس الكتابه بتاعتك؟ شايفه نفسك مين؟ اماني العدوي. اماني العدوي، جميل. حسن، كلمه للشباب اللي محبطين، كتاباتهم بيواجهوا انتقادات فهبتوا، اللي هو مش قادرين نكمل، مش قادرين، لا خلاص كده احنا واجهنا انتقاد، او حد قال لنا انتوا كتابتكم مش كويسه، او القائكم او اي موهبتكم مش كويسه هبتوا، تقول لهم ايه؟ تنصحهم انهم يكملوا؟ هو اولا ما فيش ياس طبعا مع المحاولات، لازم يحاولوا مره واثنين و10 و1000 طبعا، تمام. هيلاقوا انتقادات كتير، ده طبيعي. احنا ذات نفسنا كمبادره في الاول ما بدانا واجهنا انتقادات كبيره جدا، لكن دلوقتي احنا شوف احنا فين، والاول احنا كنا فين طبعا، اكيد طبعا. فالانتقادات بتعدي، لكن يتعلموا من الانتقادات دي، يعني يستفادوا بيها، يعني انا شايف الانتقادات بتبقى حاجه كويسه تعلمك اكتر يعني، تمام. فموضوع اليأس والكلام ده بالنسبة للكاتب فده شيء غلط أصلاً، الكاتب يعني بيكون ليه مواصفات غير أي إنسان طبيعي. جميل جداً. تغريد، كلمة شكر للناس اللي وقفوا جنبك، ساعدوك إنك تطوري من نفسك. حد يساعدني إن أنا أطور من نفسي؟ آه يعني هي كانت هوايه مع نفسي كده، فانا بساعد ان انا شايف ثقه بالنفس فظيعه. لا لا مش حكايه ثقه بس، هي ده اللي حصل. انما في ناس فعلا وقفت جنبي اثناء ما انا بكتب، استحملت مني كميه قرف فظيعه، عشان طبعا حكايات ماساه. فكان احمد خطيبي وامي، استحملت مني حاجات كتير قوي، وابويا شجعني بصراحه استمر. بس هم دول اللي وقفوا جنبي بصراحه. طب كلمه بقى للشباب اللي احبطوا ومش قادرين يكملوا. اي حد عايز حاجه او بيحلم بحلم لازم يحققه. يعني طالما حطيت في دماغك حاجه او حلم في دماغك، ما تقفش، كل ما تقع تقوم تاني، يعني يبقى الهدف ده قدامك، الحاجه بتاعتك بس، فان شاء الله هتوصل. انا وصلت بعد سنين كتير قوي الحمد لله باذن الله. خليكم زي تغريد، عندكم ثقه بالنفس. كنت بشكرك جدا يا حسن، انت كنت منورني النهارده، وتغريد برده كنت منوراني. ناخد فاصل سريع وهنكمل برده مع مواهب وشعراء كتابتك معنا، فاصل ونرجع لكم. زي ما اتكلمنا في الفقرة الأولى كان معنا حسن وتغريد، معنا مواهب شبابية ومن مبادرة لكتابة تجمعنا، هنتعرف عليهم في السريع. معنا الأول دعاء العاصي. دعاء العاصي وفرح عيد، وطبعا آية حاتم، منوريني. منورك. في البداية كده ثلاثة، كتابة وشعر، صح؟ أيوه. نبدأ بيك بقى. آية، كلميني ازاي اخترتي دعاء. دعاء عفوا، دعاء ازاي اخترتي الكتابه والشعر؟ هو انا يعني بكتب، كنت من زمان قوي، من اكتر من 11 سنه تقريبا، كنت في اعدادي وثانوي وكده، بس بعدين ك 70% يعني من بنات الصعيد وكده ربنا ما اردش، ما كملتش تعليم وخرجت من ثانوي عام واتجوزت وكده، فما كملتش كتابه يعني. فبعدين ربنا اراد وانفصلت، فرجعت تاني للكتابه وكده، على امل ان انا احقق حلمي اللي كنت عايزه، واعمل اللي كنت عايزه اعمله يعني من زمان. انك تكون عندك روايه. ان انا اكون ليا روايات وقصائد وكده تنزل معارض وكده يعني، وان شاء الله احقق الحلم. هل فعلا ليكي الروايه؟ ليا روايه بعنوان راضيه، هتنزل باذن الله معرض القاهره اللي جاي. مع دار؟ دار نبوغ. تبع برضو مبادره كتابه؟ لا خارجي عن. خارجي عن. في يعني في جاسوس معاكم في المبادره كمان؟ لا انا برضو مشاركه مع المبادره في كتاب خواطر مجمع اسمه مسارات القلوب، يعني ليه فصل باذن الله فيه 10 خواطر، هينزل برضو في معرض القاهره باذن الله اللي جاي. لا كده ما فيش جاسوس ولا حاجه، انت ايه؟ ايه فرح. فرح ولا اسم الخواطر اللي معاك؟ فرح. فرح، كتابه والشعر دول موهبه، ازاي اكتشفت موهبه الكتابه عندك والشعر؟ وانا صغيره بدات اكتب، بس حاولت كتير وفشلت. لما كبرت شويه بدات اسمع لشعراء كتير، وحبيت الطريقه اللي بيتكلموا بيها، وبدات اشوف الكتابات بدات تعجبني، فحسيت ان انا انفع في المجال ده، فبدات اجرب وبدات احاول اكتب، فنزلت كتاباتي على انستغرام، وجالي يعني اراء كتير حلوه وعجبتهم كتاباتي، فبدات استمر لغايه ما بدات انزل شعر وعجبهم. جميل جدا. آية هي دي آية بقى. آية، اكتشفت انت عندك موهبة الشعر والكتابة؟ هو انا من صغري بحب اكتب، بس هو ما كنتش يعني مهتمة بالموضوع قوي. فبعدين مثلا لما بدأت اعدادي مثلا او ثانوي، اكتشفت بعد كده ان انا بكتب، يعني مثلا لو حدث حصل قدامي اقدر
اقول شعر مثلا او ارتجل فيه. اول ما بدات ثانوي الموضوع زاد معايا، اكتشفته من حصه العربي. اول حاجه كتبتها بدات بيها المشوار كانت مقاله، بعد كده بدات ادخل مسابقات، الناس عرفتني وبدات بقى انزل على الفيسبوك عندي تكتب وتستمر. ايوه لحد ما بقى في ناس بتشجعني وكملت المشوار. بعدها تعرفت على استاذ حسن، مبادره الكتابه تجمعنا، عجبهم الكتابات جدا، شاركت معاهم في مسارات القلوب المعرض القاهره الجاي ان شاء الله. كتاب مجمع؟ ايوه. قصايد ولا خواطر؟ لا خواطر. خواطر. كنت حابه اصرح عن حاجه، انا كمان فضل. مشتركه مع مستر حسن في كتاب مسارات القلوب لي 20 فصل، وان شاء الله لو نجح هيبقى في مفاجاه تانية. ده ان شاء الله ينجح ويحقق نجاح كبير جدا ان شاء الله. دعاء العاصي. دعاء، مستعده تقولي قصيده ايه؟ هبدا ب ما تستغربش. اتفضلي. مش مستغرب. بكايا لو بصوت مسموع هيهزمني، وقلبي مهما كان موجوع بيلزمني، وطريقي لو ما فيهش رجوع فمش عايزاه، ولا الحوجة لطريق نهايته هتكسرني. هخلق طريق يناسب كل طموحاتي، وهنسك بإيدي خيوط لأحلامي توصلني، وهرفض أيادي مبينة إنها بتسند وهي في الأصل ناوية تهدمني، وهبني نفسي من تاني ولو كان اللي باقي حطام، ورمم كل شبر في روحي بإيديا، ومهما شالتني الدنيا أو حبت، ومهما قابلت أنا صبرة وأبية، ولا عمري هحزن يوم ده الحزن مش ليا، ما أنا أكثر واحدة عنادية، لو كل الدنيا عندتني فما تستغربش، ما تستغربش من حد بيمشي ويطنش وشايف كل شيء عادي، وإزاي يعدي ويفوت ومع كل البشر هادي، هدوء يا خلق شيء كذاب، في حياته كل شيء بحساب، هدوء من الخارج وفي الداخل صراع ملوش ولا أول ولا آخر، يبان لك صلب وما بينه وبين روحه يماتي في حرب، يداري الضعف بالقوة وجواه قش، وكونه شديد دي ما بقتش وأصبح هش، تعب من كتر ما فتش في كوم القش على الإبرة اللي في الآخر لقاها سراب، وقالها يا سيدي مش فارقة آخرها تراب، فليه هزعل وهحسبها وأكون خسران، ولو هنسى وعديها أنا الكسبان، ظنوني في البشر خايبة ولو صدفت، وخزلانهم سابق دايما وبشكرهم، ما أنا الجاهل بليل قلوبهم الضلمة، وكنت بنور نهار قلبي بنورهم، فأخدوا نهاري مع نوري وتركوني بعاني، وحاول أتجاوز في ظلمتهم، علامي ما كانش يوم بالسهل، فما تستغربش ليه هادي، عشان دلوقتي مش جاهل وشايف كل شيء عادي. جميل جدا، احسنتي احسنتي يا دعاء. شكرا. ننتقل لي فرح. فرح، مستعده تقول لنا قصيده ايه؟ غزل. تفضل. امثل حسنك يا حبيبتي يوصف، فقد تنافرت كلماتي وتبعثرت حروفي، عندما احببت ان اكتب فيك شعرا تجمدت افكاري وتعلثم لساني، عندما علموا بانني اريد ان اوصفك في قصائدي، متعجبين قائلين لن ينصف الوصف في حقها، فمهما قلنا سيبقى الوصف ناقصا، فأنت كالجوهرة شديدة الجمال نادرة الوجود، والمحظوظ هو من سيحصل عليها، أنت ملفتة كوردة مزدهرة في وسط بستان مليء بالزهور الذابلة. عن ماذا أتحدث؟ عن أخلاقك النقية كالثوب الأبيض المنقى من الدنس، عن براءتك التي تشبه براءة الأطفال، عن براءتك التي تشبه براءة الذئب من دم ابن يعقوب، عن جمالك الذي يعري البلاغة، عن هدوءك الذي يشبه صوت النسيم، من أي كوكب وزمن أتيت يا حلوة أحلت أيامي بوجودها وكأنك قطعة من الجنة، عن صوتك الذي يشبه صوت الكمان في سيمفونية أوبرا، عن رقتك التي تشبه قلب الأطفال، عن ذوقك المبهر المثير الذي هو كالجمر في وسط المناطق الثلجية، عن خجلك الذي أرهقني، أصبحت أسيرك يا أميرتي، فالأرض هي من تحملك وليس أنت من تمشين عليها، تدللي فمن غيرك يليق به الدلال. أحسنت يا فرح. شكرا. نتنيل بقى لآية. اسماء العنوان القصيدة الجميع قد خان. دخلت الأوضة وأنا خايف
وشايل هموم بكره، عيني مقفله ومش شايف وساند ايدي على الاخرى، مش خايف من الوحده ولا شيء، من امتى كان لي صديق شال عني حمل الضيق، وانا ماشي في دروبها وحداني، كتر الاذى خلاني بقيت قافل على نفسي في نفسي، ونفسي الحزن ينساني، ببص على الشبابيك هطل المطر وبشده، وصوت اللي قال حواليك زعقته بحده، فين اللي قال باقي وهو من الرحيل ساقي، فين اللي قال بكره وهو كاسر الاكره، ولقيتني ساند على الهوى، فوقعت من الصدمه وقلبي انكوى، طريح الارض وبكسره بكت عيني وبحسره، لما رأت جروحي يا قادره مدبوحي، وبالله لا تروحي يا طهر جروحي، واقوم متصلب في باقي الشقه حد وبيهرب، وانا بجري اشوف كان مين، افتكرت ان كله كمين وان انا صيد مسكين، وكانوا مسكين كتير سكاكين، وانا عاجز مفيش حاجز الى الان، بلا شك الجميع قد خان. رجعت الأوضة وأنا بنهج، وأباجورتي وأنا بسرج، زعجني الضوء وأنا بصرخ وأقول مدفوق، إلى الآن على سريري مع ضريري، مريض متلازمة الأوجاع عايش تمل صراع، مريض متلازمة الجرح ملوش دواء ولا شرح، بلا شك إن الجميع قد خان. الجميع قد خان. أحسنتي أحسنتي يا آية. دعاء، ايه الاختلاف، ايه الاختلاف اللي بتلمسيه في كتابتك دلوقتي، والاختلاف ايه الفرق بينه وبين كتابتك زمان اول ما بدأتي؟ لا زمان كنت بكتب يعني حاجات مثلا تخص الاطفال وكده، يعني على حسب برضو السن وكده، يعني كان سن صغير فعقليتي برضو ما كانش زي دلوقتي، فكان معظم الكتابات اللي كنت بكتبها يعني في المدرسه كانت عن الاطفال وكده، قصص اطفال مش اكتر، والشعر برضو ما كنتش لسه بدأت فيه وكده، انما دلوقتي يعني بنوع، بكتب ممكن اي حاجه بتيجي في دماغي بكتب عنها، اي موضوع معين، اي حاجه بشوفها قدامي، موقف حصل مع حد مثلا، او حاجه ملموسه في المجتمع حواليا شايفاها عجباني او مش عجباني، برضو يعني بحاول اعبر عنها في الكتابات اللي انا بكتبها حاليا. فرح، انا سهل اتفضلي. هسألك، انت سرحتي شكلك. السؤال بيقول ايه الفرق بين كتاباتك حاليا وكتاباتك اول ما بدأتي؟ هو انا ما بداتش من فتره طويله، انا لسه باديه في شهر 6 اللي فات، تقريبا كنت بكتب اقتباسات بس مع الوقت بدات احاول اكتب شعر، وبدات اكتب عن الخذلان والفراق والحب وكل حاجه يعني وبس. جميل. ايه طبعا هو اول ما حد بيبدا كتابه لازم يبقى عنده اخطاء املائيه، مثلا وهو بيظبط القوافي في الشعر لازم يبقى عنده اخطاء، او ممكن افكاره ما تكونش متناسقه مع بعضها، فدي اول حاجه انا كنت واجهتها، دلوقتي بقيت بعرف اتخطى ده. يعني دلوقتي الكتابات اتحسنت طبعا، لما عقل الانسان بيكبر يعني بيحصل له نضج ادبي، طريقه تفكيره بتختلف، وبالتالي هو بيقدر يعبر بطريقه اعمق. جميل. دعاء، في مسابقات اشتركت فيها تبع المبادره، ايه نوع المسابقات دي؟ انا اشتركت في واحده بس قبل كده، لان انا داخله المبادره تقريبا من حوالي يعني اكتر من شهر بشويه يعني، ف يعني ما اشتركتش غير في مسابقه واحده اللي هي كان شعر، واخدت المركز الثاني. جميل جدا. انا لسه بادئه جديد وما دخلتش لسه مسابقات. طب نرجع للدعاء، ايه المسابقه اللي القصيده او اللي كسبت فيها او الخاطره؟ لا هي قصيده شعريه بس انا مش فاكراها حاليا بصراحه. مفيش مشكله. ايه يعني اشتركت في مسابقات تبع المبادره؟ لا هو مش لسه، انا لسه داخله جديده، بس اشتركت في مسابقات خارجها تبع المحافظه، اداره الموهوبين يعني. كسبتيها؟ اه. جميل جدا. ازاي قدرتي تنمي موهبه الكتاب عندك؟ هي يعني هي في الاول في اخر موهبه لوحدها كده، لما يعني لما بحس ان انا في حاجه في دماغي عايزه اكتبها، او في لحظتها يعني اي كلمه بتيجي في دماغي، او بيت شعر، او يعني فكره عن روايه او كده، بجري بسرعه اكتبها عشان ما يعني انا انساش، وبرجع بعد كده بكملها، سواء كانت يعني لسه مش كامله او كلها في دماغي وكده، برجع بكتبها بسرعه. وكمان اول ما بدات يعني اكتب كتبت حاجات بسيطه، واخدت راي صحابي واخواتي والناس القريبه مني فيها وكده، ف
فلقيتهم كلهم بيشجعوني بيقولوا انها يعني حاجات كويسه وكده. فبدات عملت بيج على الفيسبوك بنزل عليها الخواطر والشعر اللي بكتبه كده. فلقيت يعني تفاعل كبير جدا من كل اللي حواليا بيشجعوني جدا بيقولوا ان الكتابات دي جميله وكده وفي ناس فعلا مهتمه تقراها. واخدت راي كذا حد يعني في الروايه اللي كنت بكتبها وكده وهم اللي شجعوني بصراحه اني يعني اخد خطوه ان انا يعني انزل الروايه دي مع دار في المعرض باذن الله المعرض الجاي كده ان شاء الله. بس ويعني حاليا بنزل اي حاجه بكتبها عامه بنزلها على البيج بتاعتي على الفيسبوك. هتقول لنا قصتي. هي قصه صغيره كده عن الام. اتفضل. لو كل القلوب من ذهب قلب امي من الماس دي لوحدها في كفه وفي كفه كل الناس. امي الدفى في الشتاء ونسمه هوا في الصيف ودعوتها سلاح يقويني لو حست اني ضعيف. في وش امي حكايه مرويه بالتجاعيد وحنان من قلبها يتوزع على الكون ويفيد. دي البصه في وش امي يا عالم بتزيدني جمال ما انا امي اميره قلبي في كل الاحوال. لو اطول اعمل لها قلبي وعيني وخدي مداس لو كل قلوب الخلق ذهب قلبها الماس. احسنتي احسنتي يا دعاء. شكرا. ايه زاد فرح ازاي قدرتي تطوري من موهبتك وتنميها؟ بدات اسمع لشعراء كتير وبدات اقرا كتب كتيره. ف هو ده اللي ساعدك تطوري من نفسك. ايوه وبدات احس ان الكتابه عباره عن ميتم والالم واحنا الكتاب احنا الملجا ليه. جميل جدا تعبير جميل جدا. ايه اسمك عامل مشاكل يا ايه؟ ايه قدرتي ازاي تطوري من نفسك في موضوع الكتابه؟ بدات ان انا اقرا تقريبا اكتر حد ركزت عليه في القراءه دكتور احمد خالد توفيق ودكتور مصطفى محمود ودكتور حنان رشيد. دول ساعدوني جدا لان طريقتهم مختلفه ليهم عقل رائد بصراحه. جميل هو ده اللي ساعدك تطوري من نفسك. طب محضره ايه القصيده النهارده؟ قصيده بهديها لوالدي ووالدتي. هي طبعا ما توفيش بس اتمنى تعجبهم يعني هي كمفاجاه ان شاء الله هتعجبهم. اتفضلي. عارفين امي؟ انا امي ملاك على هيئه انسان تلقى في قربها امان وحنان. انا امي تعوض ملايين حرمان. انا امي الشمعه اللي بتضوي في كل زمان ومكان. انا امي الحضن اللي ساع في عظام الظهر بتبقى نخاع ان غاب ثانيه فقراته بتبوظ. انا امي بتلقاها وقت ما بتعوز وبقابل في سكاتها ساعات صورتي بدعوات وحاجات. انا امي مهما العالم يكسرني تفتح دراعاتها تصبرني ما هي اصلا فهماني من غير ما احكي اني بعاني. انا امي البدر تمامه بسمته وسلامه. انا امي صوتها التغريد والفرحه في قلبها بتزيد. عارفين ابويا؟ انا ابويا خبى حنانه في شخطته وعينيه جواه مكان مقفول ليه. انا ابويا الروح اللي بتسعى علشان تبقى وتكون عكاز ليا. من يوم ما وعيت خبطت وجيت دور في ضلوعه على حته امان علشان فيها ارتاح وانام. انا ابويا سلام وكلام في كلام ما يوفيش من ابويا ما فيش. انا ابويا حبني في الطيش حبني وانا بكدب واعيش. انا ابويا الجبل اللي انا مسنوده على خيره. انا ابويا النفس اللي بموت من غيره. انا ابويا خلاني طيره وربالي جناحات ولما ابقى فتات بيجمعني ويفضل من الدنيا يحذرني. انا ابويا الكهف اللي قويني وعلى الدنيا مقويني. انا ابويا اخويا وعمي وخالي. احسنتي احسنتي يا ايه. دعاء ايه خطواتك الجايه في حياتك الادبيه؟ حابه ان شاء الله. انا حاليا برضو بكتب في روايه تانية بس لسه ما خلصتهاش. حابه يعني اكبر البيج بتاعتي وانزل حاجات اكتر. اي حاجه هتيجي على دماغي في دماغي هكتبها وهنزلها. يعني حابه باذن الله اكتب روايات اكتر يعني برضو اقرا اكتر لان انا عشان تطوري من نقطه الكتاب عندك. لان الفتره اللي فاتت ما كانتش تسمح لي ان انا اقرا يعني بالكم اللي هو يسمح لي ان انا اكتب روايات تانية وكده. فناوي باذن الله يعني اقرا اكتر وكده وعن
عن حاجات تانية تشجعني تخليني أكمل بإذن الله في المشوار بتاعي. بإذن الله. فرح، أنت بتكتبي شعر عربي فصحى بس؟ بدأت بالخليجي بس ما ينفعش قوي. خليجي هو أنت فصحة. من مصر ولا؟ لا من مصر بس كنت عايشة برا. فهي دي سبب اللغة. جميل. هل اللغة العربية الفصحى عن دراسة أم مجهود بالتعليم؟ لا مجهود بالتعليم. هو ده اللي خليك تطوري من نفسك في اللغة العربية؟ أيوة. جميل جدا. ايه اللي بيخليكي بقى تساعدي نفسك انك تطوري او تكتسبي كلمات في اللغه العربيه؟ بقرا كتب وبسمع لشعراء كبار يعني من نزار قباني، كتاباته حلوه قوي يعني بقتبس منه احيانا. جميل. استاذه ايه، ايه الخطوات الجايه في حياتك الادبيه؟ ان شاء الله المعرض اللي جاي 22 يكون ليا الكتاب الخاص بتاعي، اكون طورت من نفسي اكتر، يعني بقى عندي الجمهور بتاعي ان شاء الله. احقق هدفي برضو في الكليه اللي انا بتمناها باذن الله، يكون ليا الكيان الخاص بتاعي. جميل. في شهادات انا رضا، دول انتوا كسبانها تقريبا. دعاء انا رضا لها شهاده كده هي كسبها. استاذ عبد السلام هيعرض لنا الشهاده الجميله والابداع بتاعه. دي آية حاتم، آية دي شهادة الموهوبين، إدارة الموهوبين. كانت مبادرة فيها موضوع عن الكتابة. والحمد لله يعني ربنا أكرمني وطلعت المركز الأول. جميل جدا. اللي بعده؟ أيوة برضو. إيه دي واخدة شهادات أهو. آية حاتم. الاشتراك في المسابقة ما لحقتش أقرأ. شباب والله ما لحقتش أقرأ. الاشتراكات في المسابقه الادبيه والفنون للموهبات. جميل. دي شهاده انت تبع المدرسه؟ تبع اداره الموهوبين. جميل جدا. في شهاده تانية يا شباب؟ بس واحده كده. ايه خلصت. في شهاده تانية؟ دعاء. دي شهاده كنت دخلت مع مبادره كتابه المعنى في مسابقه بالشعر اللي انا كاتباه كده بقصيده معينه واخدت فيها المركز الثاني. جميل جدا. ايه النصيحة اللي بتوجهوها للشباب؟ ايه؟ دعاء. انا هخصص حد معين كده وهم فتيات الصعيد بالاخص. يعني اول نصيحة اقولها لهم ان هم طبعا لازم يكملوا تعليمهم حتى لو ايه حصل، دي الاولوية. تاني حاجة لو ربنا ما اردش وما كملوش تعليم ما يوقفوش هنا يعني ويقولوا خلاص الدنيا انتهت وكده، لا يشوفوا هم نفسهم في ايه او الحاجه اللي هم يعني قدروا يحققوها او نفسهم يحققوها ويسعوا وراها، لان ما دام عندهم الحلم ده والاراده ربنا باذن الله هيحقق لهم اللي هم محتاجينه. فبلاش الاحباط دايما وبلاش ان هم خلاص الدنيا انتهت عند محطه معينه، لا لسه في كتير ولسه ربنا شايل لنا حاجات حلوه كتير. فنصيحتي لهم ان هم يشوفوا ايه الحاجه اكتر حاجه هم موهوبين فيها وبيحبوها ويكملوا فيها وباذن الله ربنا هيكرمهم باذن الله. انهم يطوروا من نفسهم، يكونوا واثقين من نفسهم، ولو عايزين يوصلوا الحلم وما يسمعوش للناس اللي بيحبطوهم وبس. ايه اول حاجه بلاش مقارنات. يعني ما تقارنش نفسك بحد. ممكن ربنا ادى للشخص التاني اللي انت بتقارن نفسك بيه ده قدرات هي مش عندك، واداك قدرات هي مش عنده. اكيد. فلو جيت تقارن نفسك بحد، قارن نفسك بنفسك امبارح عشان بكره تبقى افضل من امبارح، كده هتنجح. يعني مالكش دعوه باي حد يقولك انت مش هتقدر، لان انا برضو واجهت ده انتقادات، لكن انا بشكرهم جدا كل اللي انتقدوني لان هم سبب في ان انا قاعده دلوقتي هنا وبكمل حلمي. مش عندهم فيهم، لكن انا اتحديت نفسي واتحديت كل اللي قال ان انا مش هقدر وان انا مكاني البيت. جميل كده. في السريع، خبر تاجيل المعرض اكيد كنتوا متوقعين اللي هو في شهر واحد في ميعاده. ايه تاثيره عليكم خبر التاجيل؟ هو بصراحه انا ما اثرش عليا بشكل كبير لان انا يعني لسه متعاقده من كام يوم مع الدار وكده، فما كانتش يعني خطوه لسه. الخطوه لسه واخداها الشهر ده يعني كده. جميل. فرح. كل تأخير فيه خير واكيد ربنا كتب فيه الخير وبس. استاذه ايه طبعا هو ما اثرش
بالعكس ادى لناس كتيره فرصه ان هي تقدم كتاباتها وتجهزها كويس. بس طب ماشي، في السريع كده دعاء، كلمه شكر للناس اللي وقفوا جنبك ساندوكي انك تطوري من نفسك وتكملي طريقك. طبعا بشكر عيلتي اول حاجه، من اول كلهم، من اول ابويا وامي لحد اصغر حد في عيلتي. بشكر صحابي كلهم اللي وقفوا جنبي وتعبوا معايا جدا وكانوا بيشجعوني على طول. بشكر مدرستي في اعدادي اللي هي اول ما عرفت ان انا هرجع اكمل حلمي اللي كان نفسي فيه زمان، شجعتني بطريقه رهيبه ووقفت جنبي وكانت دايما بتحفزني. بشكر كل الناس، اي حد قال كلمه حلوه في حقي خلتني اتشجع ان اكمل واطور من نفسي بشكرهم جدا. وبشكر كمان حتى اللي انتقدوني او اللي ساعدوك تطوري من نفسك، ساعدوني ان انا اطور من كتاباتي ومن نفسي. استاذ فرح، مهما قلت مش هوفي في حق طبعا ماما وبابا وصحابي اللي وقفوا جنبي لانهم سبب ان انا واصله النهارده وعرفت بالظبط. جميل جدا. استاذه ايه، اول حاجه بشكر مدير اداره الموهوبين استاذه اماني طراف ومسؤول الموهوبين في المدرسه استاذه علا الفيومي، وبشكر طبعا والدي ووالدتي واخواتي والاب الروحي عمي الاستاذ كريم جوهر، طبعا ادوني نقله كبيره جدا في حياتي باذن الله. انا بشكركم جدا على تواجدكم معايا النهارده، استاذ دعاء، استاذه فرح، استاذه ايه، انتوا كنتوا منورين النهارده. وقبل ما اختم حلقتي، الحفله طبعا ان شاء الله حفله مبادره بين الكلمات ان شاء الله هتكون يوم السبت القادم. ان شاء الله اللي هيكون موجودين وهيحضروا الحفله هيكونوا هيستمتعوا باداء شعراء ومغنيين، والمبادره هدفها الاول الشباب والمواهب. انتظرونا والحلقه الجايه والاسبوع الجاي من برنامج بين الكلمات.